قام وفد إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة برئاسة السيدة ساراس جانوات بزيارة تفقدية إلى المدينة الشمالية بمعية سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان وسعادة المهندس سامي عبد الله بهزاع الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بحضور سعادة السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، وذلك للاطلاع على مرافق ومكونات المدينة كنموذج لمدن البحرين الجديدة التي تنفذها وزارة الإسكان. وتأتي تلك الجولة الميدانية في ختام الزيارة التي قام بها وفد الأمم المتحدة للمملكة للتنسيق والتشاور بشأن إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في شهر يوليو القادم. وخلال الجولة أشار سعادة الوزير إلى أن مدن البحرين الجديدة تعد تجسيدا واقعيا لتوجه الحكومة الموقرة لإنشاء مدن إسكانية عصرية بما يتوافق مع الهدف 11 من الأهداف الإنمائية الذي ينص على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. وجدد وزير الإسكان تأكيده بأن مدن البحرين الجديدة تصب في توجيه الحكومة لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية 2030 والأهداف الإنمائية، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم تجربتها في بناء تلك المدن بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي قامت بتفعيلها إلى اللجنة المعنية بإعداد التقرير الطوعي الأول للمملكة.